السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده حبيت أوضح الفرق بين السولار سيل والسولار موديل والسولار سترينج والسولار أري. صلى على النبي. قلنا السولار سيل هي عبارة عن خلية واحدة من الطاقة الشمسية. الموديل بقى لو خليت أكتر من خلية مع بعض على التوالي دي بسميه موديل، أكتر من خلية على التوالي. طب دول في فروع توازي، مفيش مشكلة، انا بعتبرهم برضو توالي، ما هو الفرع نفس الجهد، فانا عاوز الجهد بس يزيد، فهي نفس الجهد طبيعي، فعادي ممكن اخليهم اكتر من عمود، او اكتر قصدي من صف. فالموديل اكتر من خليه متوصله على التوالي، وممكن اخليهم برضو على اكتر على شكل اكتر من صف. انما السولار سترينج هي عباره عن اكتر من سولار موديول موجودين على التوالي. يعني انا عندي دي سولار موديول اهيت، اهي دي واحدة ومعاها واحدة على التوالي، ممكن اعملهم على اكتر من صف عادي، ممكن اعملهم على اكتر من صف لانهم هيدوني نفس الجهد. السولار اري بقى هي عبارة عن اكتر من سولار سترينج موجودين على التوازي، تمام؟ فديت السولار سترينج مع بعض اهيت على التوازي مع بعض كده بنسميهم سولار اري. يبقى السولار اري عبارة عن مجموعة من الموديل على عن مجموعة من الموديل على التوازي، او مجموعة من السترينج على التوازي، هيها يعني. اهو هنا يمكن توضح اكتر. اهو انا عندي السيل عبارة عن موديول اللي هي عبارة عن السيلز على التوالي، السترينج عبارة عن موديولز على التوالي، انما الاري هي عبارة عن سترينج على التوازي. اما عامل بقى كل الخلايا الشمسية دي بعملها كأنها فروع مقاومات بالظبط، الجهد على التوازي متساوي، التيار على التوازي بيتوزع، التيار على التوالي واحد، اكنها مقاومات بالظبط. اتعامل معاها في المسائل على انها مقاومات بالظبط. فالمسائل ملوش لازمه ان انا اشرحها، لان اكنك بتتعامل مع مقاومات. وبالتالي نكون خلصنا كده موضوع الطاقه الشمسيه. اتمنى تكونوا فهمتوا. نسيت اقول لكم صحيح ان الفولت اللي بيطلع من الطاقه الشمسيه عباره عن 5/10 فولت الى 9/10 فولت. ديت كميه الجهد اللي بتطلع من كل خليه طاقه شمسيه.